للحديث أكثر عن حادثة اعتراض طائرة حربية أمريكية لطائرة مدنية إيرانية فوق سوريا وتضارب روايات كل طرف حول الحادثة، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. سيد طارق، بداية أهلا بك. روايتان متناقضتان حول اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة مدنية إيرانية فوق سوريا، إلى أي مدى يمكن التوفيق بين الروايات من أجل الوصول إلى حقيقة ما حدث؟ شكرا على هذه الفرصة. أولا، بعد ما أعلنت فوكس نيوز الأمريكية عن اعتراض طائرات F-35 أمريكية للطائرة المدنية الإيرانية، هنا تغيرت الموازين وتغيرت التصريحات. لأن أولا النظام الإيراني قام بتصريح لأكثر من جهة ولأكثر من مرة، يعني قال أنه بالبداية الأمريكيين، ثم غير أعرج للاعتراض الإسرائيلي، بعد ذلك رجع الأمريكيين، وثم اتهم يعني إسرائيل بهذه الحالة. في الجانب الثاني، يجب أن نعرف أن شركة ماهان الإيرانية هي شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، والأمريكيين قبل أن يقوموا باعتراض هذه الطائرة قاموا بتصريحات عديدة منذ سنوات بأن شركة ماهان هي تنقل الأسلحة يعني وتنقل الشخصيات المطلوبة دوليا مثل قاسم سليماني وقاني والآخرين على متن هذه الطائرات وبواسطة طائرات هذه الشركة. بالتالي وإن كانت الحركة يعني غير مرغوبة، وهي يعني اساسا يجب ان ندين كل اعتراض لاعتراض الطائرات المدنيه، لان هذا الامر يعطي الحجه والذريعه للايرانيين بالاعتراض لحركه النقل المدني كما حصلت في اسقاط الطائره الاوكرانيه. بالتالي وان كان هذا التحرك امريكي ليكون رساله الى الايرانيين، هو بحد ذاته خطير ليعطي الذريعه والحجه للنظام الايراني الارهابي حتى يقوم باعتراض حركه السير المدنيه وب يعني تعديها على حدود المواطنين او المدنيين اقصد. نعم سيد طارق، في الوقت الذي تقول في امريكا ان اعتراض الطائره كان بشكل احترافي لابعادها عن المجال الجوي لتمركز قواتها على الارض، في المقابل ايران تقول ان امريكا تعمدت ما وصفته ارهاب المدنيين، برايك هل تستطيع ايران استثمار هذه الحادثه للضغط على امريكا؟ اولا، لا يكون هنالك اي دور للنظام الايراني فيما حدث يوم امس. الاعتراض هو امريكي، ويعني الأجواء كانت خارجة عن سيطرة إيران، لأن هذه المنطقة هي أساسا تحت رغبة التحالف الدولي وإسرائيل إن صح التعبير. بالتالي ليس لإيران أي دور، ولا يمكن لإيران أن تستثمر كذا حالات، لأن أساسا النظام الإيراني هو مطلوب دوليا بقتله وبتعرضه لحركة السير المدنية ولحركة النقل الجوي. بالتالي والنظام الإيراني، وحتى بعدما صرح السيد الظريف أنه نحن سنقوم بشكوى لدى منظمة إيكاو، لا يمكن أن يكون للنظام الإيراني أي استثمار من هكذا حالات، لأن أساساً هم مطلوبين، وقبل 3 أيام سلموا الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية بعد 6 أشهر من المفاوضات ومن الضغط الدولي عليهم. نعم، باعتقادكم ماذا كانت تفعل الطائرة المدنية فوق المجال الجوي لقاعدة التنف العسكري والتي يوجد بها قوات أمريكية؟ هناك من يرى أنه جس نبض من إيران لجاهزية القوات الأمريكية، هل يمكن أن تفسر الواقع على هذا الشكل برأيك؟ يعني هنالك تضاربت التصريحات وتضاربت الرؤى والقرارات التحليليه لهذا الحدث. لا. اساسا شركه ماهان هي تابعه للحرس الثوري الايراني، ولا نستبعد اي تحرك من جانب الحرس الثوري الايراني واي سوء استخدام لهكذا طائرات ولهكذا حالات، لان النظام الايراني اساسا هو معروف بتفريطه وباستخدامه واستثماره لابناء شعبه، يعني اخر تلك الحالات هي ال 170 شخص الذين قتلوا على متن طائره ركاب مدنيه. بالتالي ومن الممكن ان يكون على متن هذه الطائره شخصيات سياسيه وامنيه ايرانيه، ومن الممكن ان تكون هنالك جماعات رقابيه داخل هذه الطائره، لا سيما وجود مراسل القناه الاولى الايرانيه على متن هذه الطائره الذي استطاع ان يوثق مقابلات مع بعض من الاشخاص داخل هذه الطائره. بالتالي هنالك سيناريوهات مختلفه نستطيع ان نقرأها من خلال ما حدث ومن خلال تضارب الانباء والتصريحات بين الجانب الايراني والجانب الغربي. نعم،
هذه الحادثة تأتي بالتزامن مع صدور حكم ضد إيران بدفع نحو مليار دولار وتجميد أصولها في تفجيرات الخبر التي حدثت في تسعينيات القرن المنصرم. برأيك بعد هذه الحادثة، هل تملك إيران أي من أوراق الضغط للتفاوض على حكم الغرامة؟ لاسيما وأن وضعها المالي مهتز حاليا كما تعلم. النظام الإيراني مطلوب ومدان، ويجب عليه أن يدفع غرامات كثيرة، ليست فقط يعني وجوده وضلوعه في تفجيرات الخبر وظهران والطائرة الأوكرانية. هنالك كثير من التوثيقات موجودة ضد النظام الإيراني، هنالك الكثير من الإدانات حصلت في محاكم إسبانيا ومحكمة لاهاي الدولية، بالإضافة إلى ضلوع إيران في تصفية كثير من غادة الشعوب من ضمنها الأحوازيين وآخرهم السيد أحمد مولا. بالتالي النظام الإيراني مدان ومطالب بدفع هذه الغرامات شاء أم أبى والآن أم عاجل. ولكن لا توجد بالنسبة للنظام الإيراني أي ورقة تفاوض على هذه الحالات، لأن سجل النظام الإيراني سجلا أسودا حافلا بالجرائم. بالسؤال الأخير سيد طارق، وبشكل عام كيف ترى أثر الواقعة وتداعياتها على مستوى الصراع بين أمريكا وإيران في الآونة الأخيرة، والذي بدأ يشهد بعدا جديدا خصوصا بعد سلسلة استهداف المنشآت الحيوية في إيران؟ بالتأكيد هذا يأتي في سياق التوتر الشامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب ثاني، لا سيما التحركات والضغط والحرائق والتفجيرات والحملات السبرانية والهجمات السبرانية التي حصلت داخل إيران منذ شهر لحد اليوم. بالتالي هذا التصعيد هو ينذر بفتح مرحلة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا يجب أن نقول أن هنالك ضغط إسرائيلي بواسطة اللوبي الإسرائيلي داخل أمريكا حتى يحسم ويفتح مرحلة جديدة من الصراع ومن الضغط على إيران قبل وصول هذا الصراع إلى الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر 2020. من أوسلو كنت معنا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم جبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لك.